كل هذه القرارات احنا كدولة بناخدها، هدفنا وهمنا الاوحد، وده توجيه سيادة الرئيس. مفيش حاجة اسمها اي خسائر مالية، اهم شيء بالنسبة لنا ارواح وصحة المصريين. في ساعتي بقى الخوف مطلوب علشان نحمي بيوت وقلوب، قبل الوقت ما يجري ياريت الحق فوق خليك في البيت. علشان ولادك، علشان حياتك، علشان صحتك، علشان أهلك. الموضوع ما فيهوش تهريب. علشان صحتك وعلشان أولادك، علشان حياتك، علشان حياتك، علشان حياتك، علشان ولادك. علشان بلدك، علشان بلدك، علشان بلدك، علشان خاطر كل اللي أنت بتحبه. خليك في بيتك، خليك في البيت، خليك في بيتك، خليك في البيت، خليك في بيتك، خليك في البيت، خليك في البيت، خليك في البيت. أبوس إيدك ما تخرجش من بيتك. خليك في البيت، خليك في البيت، خليك في البيت.